تعليقا على المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. دكتور أيمن، بالتأكيد تابعت هذا المؤتمر الصحفي والذي يعني تابعنا فيه تصريحات غاية الأهمية من الجانبين، أهم الرسائل التي يمكن أن يعني نستخلصها من هذا من هذه التصريحات. أنا في تقديري أنه أهم الرسائل هي كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسألة رفض تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية، لأنه المخطط له هو أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، ولكن هو مصر المستهدفة في المقام الأول. إصرار الرئيس السيسي في كل مقابلاته ومنتديات ومؤتمرات وتصريحاته منذ قيام هذه الأزمة أنه رفض التهجير، لأن التهجير يعني إذابة الفلسطينيين في الدول المجاورة وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، فضلا عن المخاطر اللي تحيط بالدول المجاورة وبالشعب الفلسطيني نفسه. وأنا في تقديري أنه من خلال الاستقراء ومسارات الأحداث وتوجهات الخطط، هو أنا أرى أنه الأزمة هي المطلوب أنه وضع مصر في أزمة حقيقية، لأنه النهضة اللي اهتمت في مصر والبنية الأساسية و يعني إعادة إقامة الدولة خلال السنوات الماضية، طبعا هذا لا يرضي الغرب ولا يرضي إسرائيل ولا يرضي أمريكا. وأنا أستاذ أيمن، يعني الصحفيين الأمريكان لما اللي كان بيتردد على مصر وكان له علاقات بمصر وجاء قبل جمال عبد الناصر في نهاية الخمسينات، سألوا بن غوريون ما يعني ايه اللي بيشغل بال عبد الناصر في تقديرك حسب ما استشفيت، فقال له التنميه، فقال بن غوريون هذا اخوف ما اخاف عليه او على اسرائيل منه واخوف ما اخاف عليه من مصر. فبالتالي التنميه في مصر هي بتزعج الاخرين، قوه مصر بتزعج الاخرين، والمطلوب هو وعد هذه القوه وهذه النهضه في مصر، فضلا عن انه اذا ضعفت مصر لا قدر الله او اي اضعاف للجيش المصري لا قدر الله سيمضي او مخطط تفتيت المنطقه واسقاط المنطقه ثم تفتيتها. ولذلك بس استاذ ايمن دعنا نتفق ان يعني رفض الرئيس السيسي الصريح والواضح والحازم لمساله تهجير الفلسطينيين الى مصر هو امر واضح للجميع، ولكن ايضا لا ننسى انه على الجانب الاخر الفلسطينيين انفسهم يرفضون تماما فكره التهجير وفكره النزوح الى دوله اخرى، فهذا الامر ربما يكون محسوم من الطرفين، ومهما كانت الجهود من جانب اسرائيل فانها لن تكلل بنجاح. ولكن أتحدث أيضا عن زيارة إيمانويل ماكرون إلى المنطقة. أولا هو بدأ الزيارة بتل أبيب، وهذا إشارة إلى دعمه الواضح إلى الجانب الإسرائيلي. أيضا تصريحه الواضح في المؤتمر الصحفي بأنه يدين الهجمات الإرهابية لحماس، إذ أنه وصف هذه الهجمات بإرهابية ولم يصف ما تفعله إسرائيل بالمدنيين بالإرهاب ولم يدينه. فكيف ترى يعني الموقف المسبق الواضح للجانب الفرنسي في هذه الزيارة؟ هل له من تأثير على جهود الوصول إلى إيقاف وقف الإطلاق النار؟ لا، أنا في تقديري أنه يعني هو زيارة ماكرون لمصر هو شكل من أشكال الضغط أو محاولة من محاولات الضغط اللي مارسها الوزير الخارجية الأمريكي، ثم مارسها آخرون ومارسها الرئيس بايدن عبر الهاتف. وبعدين إحنا يعني لا يجب أن ننتظر من الغرب ومن أمريكا دعم القضية الفلسطينية ولا دعمنا، هم عندهم مخطط يريدون أن يمضي هذا المخطط على حساب مصر وعلى حساب الفلسطينيين وعلى حساب المنطقة العربية بشكل عام. فأنا في تقديري أنه ما قاله ماكرون
هو يعني غير مستبعد منه وغير مستغرب منه، لانه احنا لازم نفهم ان الغرب هو اسرائيل، امريكا والغرب هو اسرائيل، الفكر والعرق والجنس والافراد. فازاي نستغرب ان ماكرون هو، انا في تقديري الشخصي ان زياره الرئيس الفرنسي لمصر هي محاوله من محاولات الضغط على الرئيس المصري لقبول العرض اللي بيعرضوه. يعني هناك ايضا نقطه يعني مهمه اشار اليها الصمود. انا بس عايز اشير الى ان الالتفاف حول الرئيس المصري والالتفاف حول الجيش المصري في هذه المرحله وتناسي اي خلافات او اي اراء خاصه في الداخل، الالتفاف حوالين الرئيس وحوالين الجيش المصري هو الذي سيدعم قدرة مصر على مواجهة هذا المخطط، والمخطط كبير جدا، المخطط أبشع مما نتصور إلى الآن. الرئيس السيسي أيضا أشار إلى فكرة المعايير المزدوجة في العالم، وهذا ما نفاه تماما إيمانويل ماكرون حين قال أنه فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير، فهي تدافع عن القيم الإنسانية العالمية بين هلالين. يعني فكرة أن فرنسا يعني تدافع عن القيم الإنسانية العالمية ويتحدث عن مساعدات، عن سفينة حربية سوف تأتي لتقديم خدمات طبية إلى أهالينا في قطاع غزة، يعني كيف ترى هذا الموقف المتناقض من الجانب الفرنسي؟ طبعا هو لأنه الغرب كافر بالقيم الإنسانية، الغرب كافر بشكل حقيقي بالقيم الإنسانية والقيم والأخلاقات والأخلاقيات، فهو يعني إذا هو يدعم حقوق المتحولين جنسيا ويدعم حقوق ضرب الدول واستقرارها، لكن حقوق الأطفال يعني إذا كان مش بيتكلم في ازدواجية معايير، طب ليه ما يعني مستشفى 500 شهيد في مستشفى، أطفال ومرضى ونساء، التهجير القسري، الإزاحة القسرية من مكان لمكان. النهاردة ما يقرب من 1,000,000 إنسان فلسطيني من أشقائنا وأهالينا في غزة، أطفال وسيدات عجائز ورجال مسنين مش لاقيين مية يشربوها. يعني دي المعايير الإنسانية اللي يجب أن يتحدث عنها السيد ماكرون، لكن هو الدولة التي استعمرت أفريقيا وقتلت في يوم واحد في الصيف في الجزائر 60,000 شهيد جزائري، وقتلت 400 شيخ من مشايخ القرآن في تشاد، وقتلت وسفكت دماء كثير من البني آدمين في المستعمرات. ماذا ننتظر منهم؟ هل ننتظر منهم انهم ينظروا لنا؟ احنا يجب ان نعي تماما ان الغرب ليس لديه معايير نبيله تجاهنا سواء الافارقه او العرب. نعم. وبالتالي الانتظار شفقه منهم اعتقد ان ده امر خلاص، يعني لابد ان نشف عن الطوق ونعي ان عكسه هو الصحيح. أشكر جزيل الشكر الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.